Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Sidik, ana min Cikajang Garut. Ana ta'lamu fi qismin at'almu kimia kuliah tarbiyah wa tadrib. Hada video yarwi kisatul hadaratul islamiyah. Al hadaratul islamiyah bainal amsi wal yawm. Anzalallahu al-Qur'an ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hudan linnas jami'an fahtarajal muslimun ila firawati hada kitabil karim wa fahmi ma'aniyah fadharat ulumul kiraati wa ulumul tasrif wa tasdiru wa ulumul lugatul arabiyah wa tah wahtazal muslimun airun ila ayin yafhamu asyari'ah فظهرت علوم أصول الفقه وفقه وقد فرض القرآن على المسلمين أن يتفكروا في أحوال الكون وبهذا اهتمام المسلمون في علوم التجريبية فظهرت علوم الكيمياء والفيزياء والطب والبيولوجيا وما أشبه ذلك من علوم الطبيعية وظهر المنهج التجريبي أول مرة في تاريخ الحضارة البشرية على علماء الإسلام واعتبر جابر بن حيان من الأوائل الذي أدخل هذا المنهج في أبحاثهم وكان جابر أعدم الكيميائيين ومن محصنفاته في كيمياء كتاب الخواص وكتاب السبعين وكتب أخرى مسخورة هو يعمل صيدلانيا في كوفة واعتبر ابن حيثم من الرواد الذي أسس المنهج التجريبي في علم الفيزياء فهو ينشئ علم الضوء واشتهر بيروني بقياس مسافة الأرض وبيان الكسوف الشمسي ونقص أدلة على كروية الأرض ودورانها حول من محورها وحول الشمس وابتكر مرصدا لرصد الكواكب والنجوم وكان ابن سينا أول من استعمل التحذير في جراحة وكان ابن نفس أول مرة من استشف الدورة الدومية وبين حركة الدورة الدومية في الفرتين وفي الجسم واشتهر كذلك بتشريح الجسم وهو أساس علم التشريح وسبق كذلك علماء الإسلام في الرياضية منهم ابن جابر البتاني وموسى ابن شاكر بيروني. هكذا كان الإسلام من أقوى العوامل على تقدم الحضارة في ميدان علوم مختلفة وهكذا تقدمت الحضارة الإسلامية في وقت الذي كانت به أوروبا في ظلام الجهل في الوقت الذي يسمى بالقرون الوسطى واليوم تشاهد كثيرا من الدول العربية مثل أمريكا وأوروبا لها سترات عديمة على الدول الإسلامية وغيرها من الدول في العالم في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أين نحن مسلمون اليوم من هؤلاء الغرباء؟